اولا بدي اشكر كل المؤسسات اللي ساعدتنا ورعتنا وشاركتنا في انجاز هذا العمل. What we're trying to do here in this program, which is called This Is Also Gaza, is to show the other side of Gaza. And now, without further ado, I would like to introduce my dear friend, Rashid Abdelhamid, who is the co-founder of Al-Hosh with me. فشكراً لحضوركم وبتمنى إنه الصورة هاي توصل وأقول لهم كمان مرة نعم غزة جميلة. وغني لك دمع ساكن جفن ولها وغني لك وطير حامل بليل وفجر وأدان ولا بينك ولا بيني ولا ليلك سكن عيني ولا ليل ولا بيني ولا ليلك سكن عيني يا دمعة بأرض مصلوبة على الحيطان على الحيطان على الحيطان على الحيطان